مشجعي ومن هواة الأسلوب اللي لكن به عبادي الياس، وأنا متفائل. مانيش عارف هذا إحساس فقط، ولكن متفائل بأن عبادي الياس اليوم راح يكون كما كان في الجولة السابقة التي جرت هنا بقاعة حسن شعلال في البليدة، متألق. ونتمنى أنه هذا الملاكم الشاب الذي لا يتعدى عمره 20 سنة فقط وشارك مؤخرا في الألعاب الأولمبية يثبت بأنه له إمكانيات كبيرة، وإذا وجد الرعاية والعناية الكافيتين راح يكون من أحسن الملاكمين في الوزن تاعو، وهو وزن 73 كيلوغرام. إذا هذه معلومات ياسين، شكرا على هذه المعلومات الطيبة. إذا ما قاله ياسين يقول أن عبادي عنده الشجاعة الكبيرة وعنده لكنات قوية، ورايح ممكن جدا إن شاء الله تكون له الفوز في هذا الجولة. نعم، عبادي في المستوى التقني والتكتيكي يعني عنده مستوى تاعو باش بيه، يعني وزيد ثاني عنده طول تاعو في الوزن هذا، يعني 73 كيلو عنده طول ثاني، طوله يعني متر وثمانين يعني طويل على الخصم ديالو. وزيد هو ملاكم يعني عنده يعني فرضيه، هو ملاكم اشول، وهذا صعب على الخصم ديالو بان يكون ملاكم اشول، يعني الخصم ما يعرفش واش يلاكم مع ملاكم اشول. وشفتوا هنا الضربات، يعني دخل ضربتين شمال يمين راهم مسك بهم الملاكم. انا نقول حجم الضربات هذه بالمفروض انه الملاكم المكسيكي ميركادو يفقد التوازن تاعو اذا تلقى لكمه قويه من العبادي. عبادي عنده خبره كبيره، شوف الحين راهو والعبادي لكم على المستوى على المسافه البعيده زي الملاكم هوات يعني، وهذه صعبه على الملاكم، وصعبه على الملاكم المكسيكي يعني يقدر يفوز بالمباراه هذه بكل سهوله. انا هذا حساب ضربي يطلع الجوله الاولى دخلها مباشره لعبه بيمنى ثم يسرى خطيفتين، يعني يسرى ويمنى، وهذا اثر نوعا ما على توازن الملاكم رمي بقوه رايحه من عبادي الياس. عبادي الياس ينوع في الضربات بشكل جيد ويضرب مباشره، يعني نعم، وثلاث ضربات ثلاثه راه يشتغل يعني بثلاث ضربات شمال يمين وهوك، يعني جوش دروات كروشي جوش، يعني في ثلاثه راهم يدخلوا. جمله الأولى وبدي إمكانياته البدنية نظن تسمح له في الخمس جولات يعني أنه ينهي الجولات تاعو بامتياز إن شاء الله. هذا ما نتمناه طبعا في الجولات القادمة. إذا يبقى عبادي يبحث عن تسجيل النقاط والابتعاد عن طبعا على انه تسجل عليه 10 ثواني فقط في الجوله الاولى، والحكم دخل عده مرات لانه الملاكم المكسيكي يبحث عن الارتكاز، يبحث عن التقارب اقتراب من الخاص باش يقدر يشتغل. ولكن عبادي راهو يتهرب له، راهو يضرب الملاكم المكسيكي، راهو يضرب في الهواء، يعني الضربات تاعه كله راهي تروح في الهواء، وهذه متعبه للملاكم المكسيكي. نستمع لتوجيهات المدرب السيد دين. فوز لعبادي يعني 10 ثلاث قوضات مدوها بنقطة يعني يعني الشيء واضح ياسين، شيء واضح يعني في الجولة لعبادي يعني الجولة الأولى. نعم، أنا نظن ونتمنى أنه ضرب فقط من الناحية البدنية، الآن هو متفوق يجب أن يفكر في الجولات المتبقية. طبعا هو عنده خبرة وعنده شجاعة وعنده إمكانيات كبيرة، والآن أصبح الشك يراود الملاكم المكسيكي اللي متخوف حقيقة، هذا بادي على ملامحه
وعبادي أكثر ثقة، أتمنى أنه يواصل بهذا الطريق. نقول أن الملاكم روميرو يلاكم ميركادو، يلاكم نوعا ما بتخوف نوعا ما من قباض، يعني ما فيش يعني مش مسرح كما ينبغي. روميرو الحين ما صابش الثغره لان عرقلوا الملاكم عبادي، عرقلوا لان في الملاكمه تاع عبادي ممكن هذاك الملاكم روميرو ما عندوش خبره يلاكم مع ملاكمين فوسكارد يعني اشول، وزيد عبادي راهو يتنقل له ما راهوش يلتصق معاه. شوف لما تكون التصاق عبادي يمسك ما يكونش فيه شغل، لما يهرب لي شوف لما يكون على المسافة البعيدة اللي يشتغل عليه. شوف هنا كونتر دو دروا عاود رجع له، يعني راهو متحكم عنده الدقة في الضربات. نعم يعني بريسيزيون في الضرب دقيق يعني جدا، لما يشوف لما يوجه لك ما يوجهش هكذا في الفراغ. نعم يعني للوجه مباشرة يعني حفيد. نعم حفيد الملاكم المكسيكي خوان أنطونيو ميركادو بدأ ينزف من الأنف. تحت تأثير ضربات عبادي قدام مستقيمة على طول في الوجه، وهذه ممكن هنا اثنين ضربتين يعني ديرك دو دروا كروشي كوش يعني يمنى يعني والملاكم عبادي ما يستعملش التغطية يعني التغطية الكاملة يعني لما تكون كيكون التغطية نستعملها لما نكون على المسافة القريبة. لما يكون بعيد ما ويتنقل ما فيهاش مشكلة يعني حتى ينزل يعني اللكمة يعني ما عندهاش أثر، ما عندهاش أثر وما تلحقوش يعني. هو باليمنى ثم عبادي دائما في انتظار طبعا لكمات أخرى قوية والسلسلة اللي يستعملها. شوف يقدم اليسرى ويحاول انه يرجع بقوة، لكن هذه اللكمات القوية من جانب عبادي الياس. شوف لما يكون في الاقتراب هنا عبادي يمسك باش يمسك الخصم، يعني هذه كلها تدخل في الخبرة وفي الذاكرة، يمسك الخصم باش ما يشتغلش ويعاود يخرج ويلاكم على البعد. نعم يعني اللكمات تاعو لحد الان صائبة ويبقى يبحث عن اللكمة القوية، لكن دائما التساق من جانب الملاكم ميركادو. وتنتهي الجولة الثانية لنقول انه عبادي يعني متفوق يعني في الجولة الثانية. سنشاهد بعد ذلك وبعد هذه التوجيهات. كانت لكمة مستقيمة في اليمنى، كاد يسقط على إثرها الملاكم المكسيكي ميركادو. والسيد بالميلي في توجيه إذن 20-18 يعني فرق نقطتين. نعم يعني الفرق شاسع يعني ياسين سيطرة تفوق سيطرة عبادي. نعم عبادي كما قلنا منذ البداية حظوظه قائمة وكبيرة اليوم، حظوظ كبيرة إن شاء الله راح يكون الفوز الثالث على التوالي حتى نضمن أن الصقور الجزائر تحقق أول فوز لها منذ بداية مشاركتها في هذه البطولة العالمية WSB. وعبادي الياس حضور ذهني كبير في هذه المناسبة، حضور ذهني. لما نقول حضور ذهني كبير حفيد ربما
هزيمتين في الجوله في المنازلتين الاولى والثانيه، الاولى كانت بفليسي والثانيه لعبد القادر الشادي، وهذه المنازله الثالثه. ونتمنى كذلك انه المنتخب الجزائري عنده حضور اخر، عنده يعني روسيا في يوم 15 من هذا الشهر يعني الجمعه المقبل، ثم يستضيف كذلك يوم 23 بولونيا، منتخب بولونيا. فنقول انه عنده امكانيات انه يخرج من منطقه الوضعيه تاعو اللي راهو فيها، يعني في الرتبه تاعو اللي راهو فيها. نعم راهو، لان راهو في الرتبه الاخيره، وان شاء الله يعني يعاود يفوز مع المنتخب الروسي، لاننا هزمنا مع المنتخب الروسي في روسيا خمس مباريات، يعني 5-0. ان شاء الله لما يجي المنتخب الروسي من الجزائر، ان شاء الله يكونوا اللاعبين تاعنا الملاكمين تاعنا يكونوا متحضرين احسن تحضير، لما خير من اللي مشاو روسيا، وان شاء الله يفوزوا عليه هنا في الجزائر. بدات ربما الخبره للملاكمين في هذه البطوله، وكذلك تحضير المستمر، لان الجولات متقاربه سيد ابراهيم. نعم الجولات متقاربه، وراهي كل اسبوع كل 15 يوم، يعني غير كيما جاو المنتخب الجزائري كان شارك في اذربيجان، عنده يعني ماهمش نفس الملاكمين، يعني انا هذا الفريق الجزائري راهم متكون يعني من حوالي 14 ولا 17 ملاكم. اصابه قلت كان بدا ينزف رفيد منذ الجوله الثانيه، وهنا الحكم يطلب من الطبيب معاينه الجرح، والطبيب يسمح بمواصله المنازله، لانه كان طبعا ينزف من الانف تاعو، ولذلك ممكن للطبيب انه يكون عنده راي يعني. وهنا ما نعرف ابراهيم الا يوفقني انه عبادي ينبغي انه يركز على الانف، يعني في حتى في الملاكمه هذه تاع الاحترافيه، يعني حتى يكون حتى الطبيب يشوف الانف يسيل بالدم، يعني ما يوقفوش، يعني حتى ممكن حتى تكون نزيف كبير كبير باش يوقفوه. ولكن عباد يراه مرتاح، هذا الخصم تاعو المكسيكي ماهوش زي الخصم اللي لاكم مع شادي، لكن مع شادي كان خصم يعني اقوى، خيب اقوى وخبره كبيره، هذا الملاكم المكسيكي يعني راهو اقوى منه، الملاكم عبادي اقوى منه كثير. نعم يعني في 2011 الملاكم هذا ميركادو كان في بطولة العالم تأهل الى دور الثمن النهائي ياسين، وبطل المكسيك في 2011 بالميدالية الذهبية، طبعا بالمرتبة الاولى. الجولة الرابعة ماذا سيكون لعبادي؟ هل سيكون له قول في هذه الجولة الرابعة وينهي النزال قبل وقته، أو تبقى الأمور كما كانت عليه في الجولة الثالثة؟ هنا ربما الإجابة أتتك حفيد من عبادي بعد السلسلة اللي وجهها للملاكم خوان أنطونيو ميركادو، بحقيقة بدا يعاني الآن، ما وجدش الطريقة اللي تسمح له أنه يصد هجمات المتتالية والحملات المتتالية اللي يقوم بها عبادي. يحذر فقط الضربات القوية، ولذا نقول أن التغطية أمر ضروري بالنسبة للملاكم، التغطية بالأيدي وحتى فيه دفاع بالأرجل، يعني صح كاع يعني الدفاع يعني التنقلات بالأرجل باش تتخطى الضربات، يعني لما تجي ضربة بنادم يهرب برجله أحسن من يقعد قاعد في مكانه ويأخذها ويغطي. نعم فالدوران والتحرك يعني التحرك نعم فوق اللحى بقوة من عبادي، لكن عودة المكسيكي في هذه الجولة الرابعة بنوع من الجدية، يعني نوع من رد فعل قوي.
عبادي في جولة رابعة. داير ظهر عليه شوية تعبه لأن اشتغل عبادي عمل كاع قواه في الجولة الأولى والثانية والثالثة. هذه الجولة هذه بدا يلتصق مع الملاكم المكسيكي بدا يظهر عليه شوية تعبه. نظن لاحظنا عليه ياسين في المقابلات يعني سبقت هذه أن عبادي يبدو لنا أنه عنده يعني نوع من التعب يعني من البدني، لكن هو في الحقيقة لكن تعبه تبقى قوية جدا. طبعا كما أكد على ذلك سيد إبراهيم جاوي في عدة مناسبات أن ملاكمين اللي طبعا هما يبقاو ينتميوا إلى صنف الهواة متعودين على منازلات من ثلاث جولات، والآن أمامهم منازلات من خمس جولات، وطبعا الخبرة في تسيير الجهد في تسيير الإمكانيات إلى نهاية المنازلة بعد خمس جولات هذا ربما شيء جديد بداوا يتعودوا عليه. ولكن عبادي مع السن تاعه ربما يريد أنه ينهي المنازلات في قبل نهايتها يعني الرسمية قبل خمس جولات، وهذا ما يخليه يكون عنده اندفاع كبير في لكن زلق يعني زلق فيه في الركن فيه مياه طبعا فيه مياه في الركن، وكان ملاكم المكسيكي زلق على إذن حفيت ثلاث دقائق تفصل عبادي وصقور الجزائر عن الفوز بهذه الجولة وهذه يعني المنازلة المقابلة السابعة بالنسبة ل الجولة السابعة. نعم يعني الجولة السابعة نعم الجولة السابعة من يعني يروا 40-36 يعني فرق أربع نقاط يعني فوز كبير يعني قول عليه أنه فوز عريض ياسين. وعبادي إن شاء الله ينهي الجولة الخامسة ب يعني نهاية بدك المفروض يسيرها وينهيها بدك يعني راه فايز هو ما خاطرش بنفسه ما ينزمش يخاطر بنفسه لأن الملاكم المكسيكي منهزم وعارف روحه بلي راه منهزم يدخل في الجولة هذه ممكن يضربه براس ولا باش يدير إصابة لازم عبادي يتنقل ما يخاطرش بنفسه ويسير المقابلة ويدور يعني هو فايز فايز إذن يسير أحسن دون أن يتلقى الضربات القوية من هذا الملاكم ميركادو اللي رجع في الجولة الرابعة في نهاية الجولة الرابعة. شوف يعني الضربات تاعه أصبحت تصيب نوعا ما الملاكم عبادي وخروج عبادي من يعني من الركن عبان والركن يعني لازم يخرج ويبقى يدور وصل الحلبة نعم نعم لأنه متفوق. وطبعا من ناحية البسيكولوجية نقول أنه التفوق تاعه يخليه أنه يسترجع قوته البدنية باش ينهي الجولة هذه الخامسة نعم هذا ما سيعمل يعمل عليه ياسين الملاكم المكسيكي الحين يدور على الضربة لأنه هو منهزم يدور على الضربة القاضية طبعا باش يفوز بهذه المباراة لأن ما تسلكوا إلا الضربة القاضية وهذا ما هو يبحث عنه. لكن يبقى عبادي صوم يعني في كل مرة بجاوي يأكد على أنه لازم الأرجل هي دفاع هي الملاكم. أحسن دفاع بالأرجل نعم الأرجل هي دفاع الملاكم وتشجيع من الجمهور الجزائري الحاضر اليوم في سهرة صقور الصحراء يعني الملاكمين الجزائريين والملاكمين المكسيكيين طبعا الملقبين بجيريروس يعني المحاربين يعني محاربي المكسيك ولذا شجاعة كبيرة حفيد عند الملاكم خوان أنطونيو ميركادو اللي يبحث رغم أنه عارف بأنه منهزم يدافع عن حدوده إلى آخر ثانية من هذه المنازلة. بقات 40 ثانية من عمر هذه المنازلة يعني في الجولات الخمسة وعبادي استعمل حتى هو الالتصاق والارتكاز ويحاول
يحاول انه يدور وما يسمحش لميركادو اللي رجع في الجوله الخامسه حقيقه رجع يعني بقوه يعني لان عبادي عارف راهو يعني ممكن خدا تعليمات من المدربين عارف راهو فاز في اربع جولات فايز فرق كبير ما يخاطرش بنفسه والاخر او يدور او يدور على الضربه القاضيه ونهايه الجوله الخامسه والاخيره لنقول انه عوده كانت قويه من ميركادو لكن في وقت يعني وقت متأخر وعبادي اللي كان سجل نقاط عديده وعرف كيف يسير خاصة الجولات الأولى الثانية والثالثة وحتى حتى يعني الرابعة. نعم. بداية الجولة الرابعة نعم فاز يعني بدون شك فاز يعني ولكن عبادي وهذه مقابلة يعني ليه مليحة ليه باش تحضروا المقابلات الجايين يعني راهو دار خمس جولات هكذا باش يتعود على الجولات هذه الخمسة احسن الملاكمين تاعنا الجزائريين الله باش يديروا خمس جولات يعني يعني صعب وحتى يعني نقول اسبوع يعني صعب مع السفر ومع المكسيك يعني لما جيك من المكسيك الى الجزائر فيه فرق تاع تاع ديكالاج هورير يعني الوقت وقت وفيه سفر متعب يفوز في الجولة من فرق كبير 50-45 يعني نقول انه الفرق كان كبير جدا وفرحة لدى هذا الشاب إلياس عبادي